السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجديدة في الكود 2020 إن أنا لو جيت هنا في انسيرت عايز أعمل انسيرت البلوك، فباجي أقول له بيجيب لي البلوكات موجودة اهيت، وفي حاجة اسمها ريسنت بلوكس. يعني إيه ريسنت بلوكس؟ يعني أقدر أقول له البلوكة ديت نزلها بحجم معين، تمام؟ ممكن أقول له مثلا نزلها بالحجم الطبيعي مثلا، وأقول له مثلا الروتيشن عايز روتيشن ولا لأ، تكرر ولا لأ، يعني أقعد من الانسيرت أكثر من مرة وتفجر ولا لا. طيب خلينا في العادي اهوت البلوك اهي. طب انا ممكن اقول له لا خليها لي قدها مرتين، تمام؟ وتيجي بقى تحط البلوكه تلاقي ايه كبرت اهي، تمام؟ لو انت شايف انها مش كبرت دي بقى تروح بقى لدكتور نظارات ولا حاجه، تمام؟ ممكن اقول له روتيشن انا عايزها مثلا بزاويه 45 مثلا، تمام؟ وتبدا تنزلها، تنزل ايه بزاويه 45. ممكن تقول له ريبيت يعني عايزها انزل اكتر من مره، واحد اتنين تلاتة تفضل معاك. طيب ممكن اقول له بعد كده انا عايز اكسبلود، يعني ايه اكسبلود؟ يعني تنزل ما تبقاش بلوكة، تمام؟ تنزل كأنها عناصر عادية، بحيث لما تعمل سيلكت تلاقي ده لوحده سيركل وده لوحده